تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه صوره اللي بتيجيكم مني كل اربعاء، مني انا محمد عواد عبر قناه سيرفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، وعشان هيك دائما بقول لكم تشتركوا فيها. كريستيانو رونالدو مشهور كثير باحتفالاته اللي الهبت مشاعر مشجعيه، من احتفال كالما الشهير في ملعب كامب نو الى احتفاله الرائج للغايه اللي بيقفز فيه عاليا وبلف وبيصرخ والجماهير بتردد معاه لا شعوريا بقولها سي. هذه احتفالات كلها كانت تهدف لعكس قوته الخارقة، وفي احتفال من هذه الاحتفالات انا اعتقد انه كثير ناس نسيوا وما اخذ حجمه الطبيعي، احتفال مهم جدا نذكره لانه كان جزء اساسي من علاقته بجماهير ريال مدريد. هذا الاحتفال المتباهي بعضلات الفخذ عنده، احتمال استخدمه أكثر من مرة، لكنه بدأ في مباراة مع أوساسونا في موسم 2011-2012. كان أوساسونا قد هزم ريال مدريد في إياب الموسم الماضي بهدف نظيف لما استضاف الملك. الزيارة المدريدية رجعت هذه المرة في الجولة 31، ريال مدريد بيتصدر بقيادة جوزيه مورينيو بفارق 6 نقاط عن برشلونة. لا مجال للخطأ لأنه بعد 4 جولات حيكون في زيارة صعبة جدا للكامب نو لمواجهة فريق غوارديولا، فلا بد تروح هناك ومعك فارق جيد. النتيجة بلشت ب1-0 عبر بنزيمة في الدقيقة 7، وكريستيانو رونالدو كان هو اللي صنع الهدف. لكن في الدقيقة 37 جاءت تمريرة طويلة من تشابي ألونسو وصلت كريستيانو اللي تقريبا واقف في نصف ملعب أوساسونا، فاستدار وأرسل صاروخية رهيبة جمدت الحارس أندريس فرنانديز مكانه ليفاجئ رونالدو الناس باحتفاله. بدل من أنه يجري ويقفز ويعمل أي نوع من الاحتفالات، اكتفى فقط باستعراض عضلات الرجل عنده ليقول ببساطة أنا قوي جدا. والصحفي إيفان إينيتش كتب عن هذا الاحتفال بقوله: كانت إشارة مختلفة من رونالدو إلى أنه خارق بعدة مجالات منها قوته العضلية. وهذا هدف حطم أوساسونا فعلا للعلم، لأنه المباراة خلصت 5-1. عاد رونالدو واستخدمه مباشرة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة التالية. كان ريال مدريد عم بيواجه أتلتيكو في مباراة ديربي مهمة. اتقدم ريال مدريد بهدف عبر كريستيانو، لكن رادميل فالكاو سجل التعادل، وكانت الأمور بتشير كأنه الريال حيتعثر اليوم. وفي الدقيقة 68 تشابي ألونسو من جديد هو اللي بيمرر رونالدو وبيرف رونالدو وبيرسل صاروخية مستحيل يقدر يصدها كورتوا، وكان معلق سكاي سبورتس بيصرخ وبيقول: يا إلهي لا تشاهد هذا بسهولة، إنه من خارج عالمنا. هدف صاروخي هز أتلتيكو وانتهى اللقاء لريال مدريد 4-1، وكان مباراة مهمة من فوز ريال مدريد باللقب. رونالدو في ذلك الموسم للعلم سجل 46 هدف في الليغا. هذا الاحتفال اللي بنحكي عنه دخل لعبة فيفا 2013 و2014، كما انه في عام 2018 عاد للواجهة لما سجل إيفان بيرزيتش هدف التعادل في مرمى فرنسا في نهائي المونديال وقلده، لكن الفرق طبعا انه بيرزيتش خسر المواجهة. ممكن تحب كريستيانو ممكن تكرهه، لكن اعتقد جميعنا متفقين انه لاعب بشخصية فريدة، لاعب بيعرف كويس كيف يشعل حماس زملائه وجمهوره، فهو متعدد المواهب واساليب الحسم، لذلك هو كريستيانو